يحظى الشباب البحريني بدعم لا محدود من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حيث وجه المشروع الإصلاحي لجلالته كافة السياسات والبرامج الوطنية إلى إدماج الشباب وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين. ومن منطلق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد، فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة. أسس المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى قاعدة صلبة ارتكز عليها الشباب البحريني ليصبحوا شركاء أساسيين في التنمية المستدامة. فمملكة البحرين تمتلك تجربة متفردة في تنمية الشباب من خلال وضع الأسس لتربية جيل قادر على النهوض بالوطن، كما مهدت الطريق لمشاركة الشباب في التنمية وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، حيث تم وضع كافة الاستراتيجيات الوطنية ليكون الشباب على سلم الأولويات في برامج التنمية المستدامة من خلال الحرص على تنشئة جيل من الشباب متسلح بالإمكانات العالية والمهارات المتميزة التي تمكنه من الوصول إلى أعلى المراتب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل رفعة شأن البحرين. ولقد استحوذ الشباب في برنامج الحكومة على اهتمام بالغ، حيث تم تسخير كافة الإمكانات التي تهيئ لهم الفرصة لإطلاق العنان نحو الإبداع والابتكار وإبراز الطاقات بما ينمي من مهاراتهم وقدراتهم. وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة بطرح المبادرات التي تمكن الشباب من أخذ موقعهم الحقيقي في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، ومن بينها مدينة شباب 2030، والتي هي واحدة من المبادرات التي تعكس هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وتتيح المساحة المأمونة للشباب البحريني للتدريب والتأهيل والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق باحتياجاتهم، وهما أثمر عن إيجاد كوادر وطنية تغذي سوق العمل البحريني. إن الاستراتيجية البحرينية كانت سباقة في الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير وتأهيل الشباب عبر العديد من المبادرات الموجهة لهم تحقيقاً للأهداف التي تنادي بها الأمم المتحدة، حيث أقدمت المملكة من خلال وزارة شؤون الشباب والرياضة العمل على المشاركة الفاعلة للشباب في مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة، وإطلاق جائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تأتي كتعبير عن الإيمان الراسخ في قدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس. إن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بالشباب البحريني كان منطلقا لاستمرار وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز دورهم الريادي في تحقيق تطلعات جلالته نحو تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر لمملكة البحرين. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.